والصديقات اللي بيتابعونا في فقرتنا اليومية وحدوتتنا توتا توتا في الحظر حدوتة. حدوتتنا النهاردة يا أصدقائي كتير منكم يعرف الجزء الأول فيها، سمعوا أو أراه، لكن الجزء الثاني هو اللي هيبقى جديد علينا، واللي بطلب منكم انكم بعد ما تسمعوا الجزء الاولاني وتفتكروه تحاولوا انتوا بقى كمان تكملوا الجزء الثاني زي ما احنا هنحكيه النهارده كده وكملناه انتوا كمان تكملوه. حدوتتنا النهارده معانا ابطالها، البطل الاول او البطله الاولى هي زي ما انتوا شايفين السلحفاه، وادي البطل الثاني اللي هو الارنب. حدوتتنا النهارده بعنوان السلحفاه سبقت الارنب. السلحفاه والارنب قصه كتير مننا عارفها وكتير مننا سمع عنها. بتبدا قصتنا انه في يوم من الايام مع بدايه فصل الربيع حب الاسد الملك عادته كل عام انه يحتفل مع الحيوانات في الغابه بقدوم فصل الربيع في الطبيعه الجميله بانه يعمل يوم رياضي. يوم رياضي تضمن مسابقات كتير ما بين الحيوانات. كانت اول مسابقه اقترحها النمر الوزير هي مسابقه الجري، وقال له هنكتب اسماء الحيوانات وهنسحب ورقتين واصحاب الورقتين هيكونوا هم اول متسابقين في مسابقه الجري. كل الحيوانات اجتمعت وكله مترقب يا ترى مين اللي هيشارك في مسابقه الجري، مين هيبقى الطرف الاول ومين هيبقى الطرف او المتسابق الثاني. سحب النمر الوزير اول ورقه وكان مكتوب فيها الارنب. الارنب فرح جدا لان طبعا احنا عارفين الارنب مشهور عنه السرعه والنشاط وانه سريع الجري، فقال كويس قوي انا السباق ده هضمن ان انا هفوز فيه مهما كان الطرف او المتسابق اللي هيشاركني. الكل كان مترقب يا ترى مين الطرف الثاني. الاسد سحب الورقه الثانيه وللمفاجاه يا اصدقائي الورقه الثانيه كان مكتوب فيها السلحفاه. يا خبر، السلحفاه هتسابق الارنب؟ الكل قال كده في صوت واحد، مش ممكن، يعني اسرع حيوان في الغابه هيسابق ابطا حيوان في الغابه؟ مش معقول، طبعا اكيد الارنب اللي هيكسب. لكن الاسد قال لهم هنشوف بكره لما يبدا السباق مين اللي الفوز هيبقى من نصيبه. الارنب كان سعيد جدا طبعا بانه هيسابق السلحفاه، والسلحفاه على العكس كانت خايفه جدا وقلقانه جدا. لكن مجموعه من النمل الطيب قال لها ما تخافيش احنا معاكي وهنشجعك وهنمشي وراكي وخلي عندك ثقه في نفسك واعملي اللي عليكي وان شاء الله الفوز هيبقى من نصيبك. الأرنب على العكس راح وهو سعيد جدا ومعاه صديقه السنجاب، عمال يلعب وعمال يقفز وعمال يغني. السنجاب قال له يا أرنوب بكرة السباق، يا أرنوب خلي بالك لازم تنام بدري ولازم تاكل كويس قبل ما تنام، انت عندك بكرة سباق هيحضره كل الحيوانات. الأرنب ضحك وقال له انت نسيت يا سنجاب اللي هتسابقني السلحفاة، انا لازم هكسبها، مش ممكن هتكسبني. السنجاب سكت وقال له مهما كان قدرتك ومهما كان ثقتك بنفسك لازم 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 يا أرنب تستعد كويس للسباق، لازم لازم تنام بدري. للأسف الأرنب ما سمعش كلام صديقه السنجاب، قعد يلعب وقعد يغني وطول الليل سهران لحد ما في الآخر نام. مع بداية شروق أول شعاع من أشعة الشمس في اليوم الثاني أعلن الأسد الملك بداية السباق، و كل الحيوانات وقفت على الصفين تشوف مين هيكون الفوز من نصيبه. السلحفة بدأت تمشي بقوة والنمل ماشي وراها وبدأت تحاول انها تبقى أسرع وأسرع، لكن الأرنب يمشي شوية ويقف شوية، يمشي شوية وياكل جزرة يا شوية. وفي النص فين الأرنب؟ محدش لاقي الأرنب، الأرنب راح فين؟ السلحفة ماشية بكل قوتها والأرنب اختفى. السنجاب صديقه طبعا قلق على صديقه الأرنب، فضل يجري 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 وفي الآخر تعرفوا لقى الأرنب فين؟ لقوا الأرنب نايم تحت شجرة. تعب الأرنب لأنه قعد طول الليل يلعب ونام وقت بسيط جدا، ما استعدش كويس للسباق، فطبعا تعب ونام غصب عنه تحت الشجرة. السنجاب قال له قوم يا أرنوب يا أرنوب قوم يا أرنوب، السباق لسه ما خلصش وأنت نمت، يلا بسرعة السلحفاة هتكسبك. الأرنب قال إيه؟ سباق سباق ايه؟ افتكرت صحيح، يلا بسرعه هجري وهسبقها. جري الارنوب لكن للاسف بعد فوات الاوان السلحفاه كانت خلاص سبقت ووصلت لخط النهايه وكله سقف لها وكله اعلن فوز السلحفاه على الارنب، والاسد احتفل بيها وكرمها واداها الكاس. لحد هنا وانتهت قصتنا الاولانيه اللي كلكم عارفينها، لكن يا ترى بقى
تفتكروا ايه اللي حصل بعد كده؟ يا ترى السلحفاه والارنب بقوا اصحاب، ولا يا ترى انتهت القصه على ايه؟ القصه اللي احنا تخيلنا انها تكمل كملت بالشكل اللي هقولكوا عليه. السلحفاه بعد ما اخذت الكاس وكرمها الاسد، بدل ما تبقى حاسه بالسعاده وحاسه بانها ممتنه لكل الاصدقاء اللي شجعوها وسقفوا لها لما كسبت، للاسف الشديد يا اصدقائي تغير شعورها تماما ناحيتهم، وتبدل بشعور سيء جدا جدا. محبش انه اي حد او اي صديق من اصدقائي يبقى الشعور ده جواه لو طلع الاول او لو تفوق على زملائه في الامتحان، شعور الغرور. السلحفاة الحقيقه اتغرت وحست ان هي احسن من كل الحيوانات اللي في الغابه، هي الوحيده اللي قدرت انها تسبق الارنب، فبدات تتصرف الحقيقه تصرفات غريبه جدا جدا عليها، تاكل من اي حقل، ما تستأذنش صاحبه، تقعد في أي مكان، ما تستأذنش قبل ما تخش أي حقل، تنام في أي مكان. وصل بيها الأمر إنها راحت للأسد الملك تطلب منه يا أصدقائي طلب غريب جدا جدا جدا. تعرفوا طلبت إيه؟ طلبت إنها تبقى الوزير بدل النمر، وقالت له أنا كسبت السباق ومحدش شيكو كان متوقع إن أنا أكسب الأرنب، إيه المانع كمان إن أنا أبقى وزير الغابة؟ أنا ممكن أعمل حاجات محدش يقدر يتوقع إن أنا أعملها. طبعا تصرف خاطئ جدا، ومعرفش ازاي السلحفة ممكن تفكر بالطريقة دي. لما النمر الوزير عرف انها عايزة تاخد مكانه وكل الحيوانات اشتكت من تصرفاتها السيئة معاها، فكر النمر انه يديها درس ما تنساهوش. النمر قعد طول الليل يفكر يعمل ايه يعمل ايه، ازاي يدي السلحفة درس يخليها ترجع عن التصرف اللي هي بتعمله، وتعرف قد ايه هي كانت مخطئة، وإن الفوز مش معناه إن إحنا نتغر، بالعكس معناه إن إحنا نحاول نحافظ على المكانة اللي وصلنا لها، ونحاول إن إحنا دايماً نبقى عند حسن ظن الناس اللي شجعتنا. تاني يوم الأسد أعلن عن المسابقة التانية في المسابقات الرياضية احتفالاً بعيد الربيع، وقال تاني مسابقة هتبقى برضو مسابقة في الجري، وحنشوف دلوقتي مين هيبقوا المتسابقين فيها. سحب النمر أول ورقة وقرا وقال الأرنب. الأرنب قال تاني، هسابق تاني، بس يا ترى مين المرة دي بقى اللي هيبقى قدامي؟ سحب الأسد الورقة التانية، وتعرفوا كان مكتوب فيها مين؟ كان مكتوب فيها السلحفاة. تاني الأرنب والسلحفاة هيسابقوا تاني، لأن دي الخطة اللي حطها النمر الوزير، إن يكرر السباق بينهم تاني، وهو واثق المرة دي إن السلحفاة مش هتكسب. عارفين ليه مش هتكسب؟ لأنها بقت مغرورة، وطول ما احنا عندنا احساس الغرور السيء عمرنا ما هننجح ابدا يا اصدقائي، لان دايما هنحس ان احنا احسن من اللي حوالينا، نقدر نتفوق عليهم باقل شيء نعمله، وطبعا كل دي اشياء خاطئه جدا. الارنب المره دي استفاد من خطأه في المره اللي فاتت، وقرر ان هو ينام بدري، وقرر ان هو يستعد كويس قوي للسباق، وفعلا اكل الجزر وشرب ميه كويس قوي عشان يقدر يستعد انه يجري، وقال انا هنام بدري، ووعد صديقه السنجاب انه فعلا مش هيتاخر في النوم. تاني يوم الصبح الارنب صحي نشيط فايق عنده استعداد للجري، لكن السلحفه على العكس قعدت طول الليل تغني وفرحانه جدا انها تسابق الارنب، وتقول انا هاخد الكاس مره تانية، انا هكسب الارنب للمره التانية. لكن للاسف لانها ما استعدتش كويس وما نمتش كويس، بدأ السباق والأرنب ماشي بكل سرعة كل قوة، والسلحفة تمشي شوية وتحس إنها تعبانة، تقعد تمشي شوية تحس إنها تعبانة، تقف وترتاح تحت الشجرة. مرت ساعة اتنين تلاتة، والوقت عمال يمر، والأرنب عمال يسبق، والسلحفة عمالة تتأخر، لحد ما أعلن الأسد الملك عن نهاية السباق، وفاز المرة دي فعلا صديقنا الأرنب، لأنه استفاد من خطأه واستعد كويس قوي للسباق، والسلحفة أخذت درس عمرها ما هتنساه، أن الغرور عمره ما بيوصل لأي نتيجة، والغرور دايما بيبقى ضد صاحبه. من هنا يا أصدقائي عرفت السلحفاة خطأها، وقال الأسد في النهاية الأرنب المرة دي كان النصيب دي هو الفوز، الفوز كان من نصيبه لأنه استفاد من خطأه، وعرف أن النجاح جميل بس الحفاظ على النجاح أجمل وأصعب. هو دايما بيكسب في كل سباق، لكن لما استهتر بالسباق ما كسبش، لكن السلحفاة لما كسبت الحقيقة اتغرت، وكانت النتيجة انها لما عادت السباق تاني مع الارنب ما كسبتش، والارنب هو اللي كسب، ودي
دايماً بتبقى عاقبة كل مغرور إنه في النهاية ما بيوصلش لأي نجاح ولا لأي تقدير ولا الحب من الأصدقاء اللي حواليه. أصدقائي وصديقاتي، أتمنى قصتنا النهاردة السلحفاة سبقت الأرنب تكون عجبتكم، وأستنى منكم نهايات مختلفة عن النهاية اللي احنا قلناها لقصتنا، وأشوفكم في قصة جديدة وحدوتة جديدة وتوتة توتة في الحظر حدوتة.